السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مصطفى جيميك. النهاردة يا شباب هنلعب لعبة روبلوكس. رجع تاني روبلوكس يا جماعة، وهنلعب لعبة الدورز يا جماعة، لا تفتح باب غلط، فأسميها ماب كده. بس يا جماعة قبل أقول لكم حاجة، عايز أقول لكم كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، رمضان كريم يا جماعة. طبعا أنا صايم يعني، أكيد يعني، فانا خايف بصراحة من مبدأ، بس او يعني او ما انزل فيديو من لا مبدأ يعني. بس قبل ما تيجي تعملوا لي اشتراك ولايك وتفعيل الجرس، لو انت عملت اشتراك تبقى مشترك دي في قناة. يلا خلينا نبتدي. اوكي يا شباب، لسه طالع من انت يعني انا اوكي بس يلا، بس ماكش دعوة. ايه ده اسانسير؟ اي صح، اسمها اسانسير. بس بص لينا الباب ده، ايه ده ايه ده؟ اوكي عايزين مفتاح. اوكي اهو مفتاح. ايه استعبار السهلة دي؟ ندوس سي كده بس. ايه ده؟ عدينا هنا، هنلاقي ربنا يسطر. يا رب يا رب يكون في كوين اهو على طول كده. كوين كده بس يا اخي. اوكي يلا، في حاجة هنا برضو. ايه ده؟ كوين برضو كمان. كوين هنا يا حبيبي يا عم. بس يلا بس يلا 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 بقى هناخد مفتاح. ويلا بقى بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا يستر. يلا بقى. ايه ده؟ اوكي فتحنا اول باب لينا ورقم واحد. ف يلا بقى. اوكي نكمل بقى، راح لقينا رقم اتنين. ايه ده؟ اوكي يلا بس يلا ندوس نفتح رقم اتنين. اوكي يا ماما شكله مرعب قوي، بس يلا بقى هنكمل بقى. اوكي وهنروح رقم 3 زي ما شايفين. بيقولوا لما تروح رقم 10 بيكون النور تقفل يعني كده، بعد كده لازم تستخبى، فلازم الوحش يجيلك، فخد بالكم يعني. استنى شوف في حاجة هنا. اوكي في حاجة، بلاش الكوينات بقى عشان انا جمعت لسه 35 بقى. اي هي دي لازم تستخبى. فيلا بقى هنكمل بقى وهنروح رقم 4. انا لسه رقم 4 بقى. اوكي نروح رقم 4. ايه الدلمة دي؟ اوكي ربنا يستر ما يجيش. لا لما اروح رقم 10. ايه ده؟ اوكي في كل الصور. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ ده اوكي اوكي ماشي. اوكي هنروح رقم 6. اوكي صورة غريب قوي يعني مرعب. اوكي لا انا مش افتح ولا اي حاجه عشان انا لسه جمع 35، مش بركز على كوينات، ركز على الماب يا اخي. يس يلا يلا نكمل بقى. انا خايف بصراحه، وحش يجي لي على طول يعني. اوكي ببدا نفتح. لا خضتني يا اخي. طب بتفتح؟ اما ليه هنا؟ اما لا اما نروح بقى 9. اما ليه هي؟ اوكي مش عارف ازاي. ايه ده؟ ايه ليه باب مكسر كده ليه؟ انزل كده. اوكي احنا رقم 10 بقى ما يجيش علينا. ايه 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 يا حبيبي. ايه ده؟ انا لسه على طول كده. استنى استنى، بيقولوا الوحش ده ما ينفعش تبص عليه. وجاب لي لوك ات مي. لوك ات مي على ايه انت؟ انا فين الباب؟ نقصت قلبي، نقصت قلبي على طول كده. هو المفروض وحش يجي عليا ولا ايه بالظبط؟ خضتني يا اخي، والله خضيت جامد. عم اجنن. هو ايه الوحش ده بالظبط؟ ايه ده؟ 12 بقى. ايه يجيش علينا على طول؟ عايزين نستخبى. ميقولش يجي علينا. اوكي بس يلا نكمل. اوكي كل اوبا ده عايزين نجيب مفتاح. اوكي المفتاح ممكن يجي هنا. ايه ده كوين بقى. اوكي
مش موجود هنا خالص. يلا ندور الباب ده. اوكي اهو اهو المفتاح اهو يا شباب. يلا بقى حرف رقم كام؟ نسيت والله حرف رقم كام. نشوف كده. يلا نروح هناك رقم 15 دي. ايوه 15. فيلا بقى نفتح الباب ده. دوس ايه يا معلم؟ يلا وحش جاي. يلاوي الوحش جاي. الحمد لله الحمد لله طلعت. قصدي استخبيت يعني. ايه ده ايه النور منور كده ليه بالظبط؟ لهوي قطعت النور لي كده ليه؟ وفتح الباب ده برضو. اوكي يلا احنا في رقم 16. اوكي الحمد لله. اصل لقيت انا شفت هو اصلا بيجي فانا خايف. يلا يلا بقى نروح رقم 17. ايه ده ده وجعت فعلا. ده ما فيش مكان. يلا نفتح دي. اوكي وهننزل طبعا اكيد. يلا بقى نروح رقم 18 بقى. يلا كده بقى مقفول. يلا بقى نروح الباب ده ونلاقي بقى مفتاح. فين بقى؟ اهو مفتاح. سهلة يعني. لو اي باب بيكون مقفول راح لازم تلاقي مفتاح. لازم كده. بس يلا ربنا يستر بقى ميجيش علينا تاني. عشان بص الهيلسي يعني. بص القلب يعني. هيلسي قصدي هيلسي. بص اوكي. بس يلا على رقم 20. يعني قال له انا شفت انه بيقطع يبقى لازم استخبى بسرعة. ايه ده وليه دلمة كده؟ اوكي بس انا مش شايف اي حاجة بصراحة. اوكي المفروض تنور. ايه يا نور شكلك بايظة ولا ايه بالظبط؟ اوكي لا شكلي ايه حرام. ازاي ايه ده؟ ايه ده يا جماعه؟ بصراحه انا مش فاهم اي حاجه. ايه ده؟ كيف من فين من وحش ده؟ عارف الوحش ده غدار ده؟ يا رب لا حرام. خسرت يا جماعه. خسرنا يا جماعه. مش عارف اكمل بصراحه ولا لا. حرام خسرنا. يلا بقى انت مش هتحكي لي بقى. حرام خسرنا بقى. يلا هنحاول مرة أخرى. بس يلا بقى هنعمل مرة تاني بقى عشان عطو خسرنا بقى. فيلا بقى هنجيب المفتاح. بس أهم حاجة عشان نجمع كوينات بقى عشان ده متأخرنا قوي. فيلا بقى عشان أنا عايز أخلص بقى. فيلا بقى اوكي لازم نروح بسرعة. طبعا احنا مقنا في الباب 21. أكيد كده كان دينما. مش عارف ليه دينما قوي. بس يلا بقى هنروح معاد لغاية رقم كام. فدي اخرها يعني. فعشان انا تعبت بصراحة. مش عارف ازاي مين جاب وحش ده. اوكي وحتى مش عارف ازاي جاب وحش التاني ده. مش عارف مينفعش اشوف. اوكي عفوا ظهرنا تاني. والله استخبى. مفوش مجاش. الحمد لله مجاش. الحمد لله. اوكي ده باب مقفول. لازم نلاقي مفتاح. المفروض مفتاح يجي هنا. ايه ده؟ ده من الارض. اوكي يلا خد المفتاح ده ويلا نفتح الباب ده يا حبيبي. يلا بقى عشان نفتح رقم 6. اوكي افتح بس كده. اوكي نروح بسرعة. ويا ريت لو مفيش وحوش يجي على وشي بقى. انا مش عايز كده بقى. بس يلا 7. روح رقم 8 اكيد. لا مش هنا. راح فين؟ اهو رقم 8. ايه الصوت ده؟ سمعت صوت حاجة ولا بسمعتش؟ اكيد بسمعتش. بس يلا نروح رقم 9 بقى. اوكي قاعد نستخبى فيها. لو نور قفلت والله. جاي لا مجاش. مش هيجي ربنا يستر.
اوكي احنا في رقم 10. هو ده بجد؟ ايوه صح، 8 و9 و10. يبقى ده النور. انت هتعمل كده ولا ايه بالظبط؟ مش بتقطعني. اوكي اشوف النور هتعمل كده ولا لا، عشان بصراحة انا شايف هنا كان في تلمة جه عليا وبعد كده هيت وحش بصراحة، فاستخبيت على طول. هنروح عادي كده، ماشي عادي كده بصراحة. يا نور مالك؟ حرام جاب لي، انا كنت والله حرام 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 حرام. ازاي ازاي حرام يا جماعة؟ نور ما اتفرجش، يعني انا مش عارف اعمل ايه بصراحة، فانا كنت عايز استخبى. انا مش عارف وحش يجي امتى، مش عارف يجي امتى وحش، فانا كنت خايف بصراحة. انا خايف انا خايف. يعبوني في رقم 14 بقى. يلا بقى هنشوف هنشوف هنوصل رقم بقى بتاعي كمان بقى. اوكي ده مكان غريب بقى، ايه ده؟ نزل لتحت وبعد كده ده ايه؟ رقم 12 بقى. يلا يا بوي. اوكي كل ده شغال في رقم 11 كان، فبس يلا. ده بيكون وحش جدا. لا مبيجيناش، ممكن يجينا في رقم 14. ايوه زي انا بقول. اتاكد بقى ان الوحش جاي ولا لا. انا لسه شايف ان هو جاي، اشوف عشان انا عندي اهو. ابا لو بيت فيه صح، لو بيت فيه هيجي صح، مش عارف. جاي 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 جاي. الحمد لله الحمد لله. استخبيت استخبيت ولا بيطلع؟ بس مش شايف. يا ابوي يا ابوي على الدلمة. انا مش شايف، الحقوني الحقوني، مش شايف اي حاجة. فين الباب اللي كان؟ الحقوني، انا مش شايف. ايه ده؟ اهو ده. حتى انا مش شايف اي حاجة. ايه الصور دي برضه؟ ايه ده اللي حصل بقى؟ اخيرا لقيتها. اوكي بس يلا بقى هنروح رقم 16. الحمد لله استخبيت الحمد لله. اوكي بس يلا نكمل تاني. اهو رقم 17 على طول. متوقعتش يعني هو يجي، يعني مش هيجي، يعني مش هيجي مرتين، يعني هو جه مرة واحدة بس. يلا بقى ربنا يستر بقى، عشان الحمد لله استخبيت على طول، عشان كنت مش عارف والله. بس يلا بقى، فدي اخرها بقى، عشان يعني لعب صعب جدا، صعب قوي صعب قوي، يعني في وحوش مرعبة قوي بيجي عليا. بس يلا في رقم 20، واخيرا هنوصل رقم 21. مش عارف ازاي دلمة كده عليا، بس يلا. اوكي نسيت حاجة، الباب ده مقفول، فيلا بقى نلاقي مفتاح. مش موجود هنا، يعني موجود هنا ممكن يريد ان شاء الله. الله لا مش موجود هنا ولا موجود، يعني موجود في الوضع تاني، يعني في ايه بالظبط؟ يعني مش عارف ليه بلاقي المفتاح ده، يعني ايه ده؟ اوي فين المفتاح؟ مفيش، انا مش عارف فين المفتاح. ارجعكم تاني يا جماعة لما اجيب المفتاح ده يا جماعة. واخيرا لقيت مفتاح، اخيرا. ايه ده؟ يعني كان باب ده وممكن تبقى ليه منورة كده، بس يعني يلا بقى اخيرا جبت مفتاح. يعني هو اللعبة اصلا كان بيساعدني، يعني اللعبة بيساعدني، بس مرة كان ايه عايز يموتني اللعبة. فيلا بقى يلا وصلنا اخيرا 21 اللي احنا كنا موتنا فيه. ايه ده؟ المكان اتغيرت، بسم الله ما شاء الله. اوكي انا بحس بصراحة ان وحش جاي، بس يلا. اوكي حرف رقم 23. ازاي ايه ده؟ ازاي يا جماعة؟ استنى، هو ايه 23 ده؟ يعني في 22 في
اللعبة بيقول في ناس بيقولوا لو انت اخترت الباب غلط هتموت، حاطولي هنسك بتاعتك تقص. فالحمد لله عرفت اهو 21 احنا، فلو روحت 23 بالغلط والله العظيم ممكن تموت، على طول تموت، بس لو هلسك على طول تنقص على طول، خد بالكم. وحش جاي صدق، وحش جاي. استخبى استخبى، الحمد لله والله الحمد لله والله. اوكي الحمد لله استخبيت. اوكي شباب، اوكي الحمد لله ما خلناش باب غلط ولا حتى ايه، ولا حتى دي حتى، ويعني استخبينا على طول. اوكي احنا عايزين نحط صورة صح. اوكي ده طويل قوي، ف نحط فين دي بقى؟ ايه ده انا مش شايف يا اخي. اوكي نحط ده، اوكي نحط هنا، بعدين نحط ده، نحط فين هنا، اوكي وبعدين نحط هنا. ايزي ايزي يا حبيبي، سهل اوي. اوكي وصلنا لرقم 25، يلا بقى نروح 26. ويلا بقى نستفي وحش جاي ولا لا؟ ايه ده فين ال ده مكان دلمة ده ليه كده؟ هو باب موجود هنا اصلا اهو. اوكي 27 يا ابو، هنطلع فوق هنطلع فوق. ايه فين الباب بقى؟ 28، لازم احفظ الارقام دول. هنروح 29، وقربنا جدا يا جماعة ل 30، واهو 30. بس انت كنت حاجة وليه كل عيون هنا؟ مش عايز ابص عليها بالظبط والله يا ابويا، على كل عين والله كل عيون يا عم. ايه عيون دول حبيبي؟ في ايه يا حبيبي تبص عليا ليه؟ يس ما فتحت. اوكي ده مكان طويل جدا. اوكي بقى هنروح المكان الطويل ده. بص عيون دول يا جماعة غريب بصراحة. يلا بقى هنروح باب 31 ممكن، لا 32. يلا بقى نروح 32. الله الله الوحش ده بموت فيها كتير. بيلا حرام يا جماعة خسرت، حرام والله حرام خسرت يا وي، صعبة جدا جدا جدا. أنا مش بحب وحش ده، وحش ده مش بحبه، صعبة جدا أنا مش عارف أعديها يا جماعة. يا أبو أنا كده كفاية كده عليا بقى، وهيكون فيديو خلص أخيرا يا جماعة، فيديو خلص. فأتمنى عجبكم، دوسوا لايك واشتراك وتفعيل الجرس لو أنت متشترك، مشترك لي في القناة. وطبعا اللي بيحب ايجاد ماب ده اكتب ماب اسمها، اكتب يعني في روبلوكس اكتبها اسمها دورز، راح يجيب لك الماب اسمها دورز. فلو انتوا عايزين تجربوها يعني، يعني مرعب جدا يعني، صعبة اوي اوي اوي. فيلا سلام.